لف يا سلام حركات حلو كثير ايه لذيذ ها جمال ده استحمينا بقى ايش العسل يا رب الله فتحت درج الاكل طلعت الدبله منه جميل جدا يعني طبعا فراشه من الميكروويف عدينا في النظافه ممكن تجيب لي زبده يا محمد كفي هاي شكلك شو كمان اطلق؟ ايه شو كمان اطول؟ شو اعطيك كمان؟ لا لا بس ما فيش خليك بس وقت معي سليم انت ايه اخبارك؟ كويس؟ عادي عادي تصدقني والله كلنا مخدوم تشيل يعني دوم مش موضوع كتير يعني خلاص شيله مش حد يمسك عليك كلمة ايه اخبار رحمة؟ منيحة ما خلص مش زعلانة عادي انت كنت تنام ولا ايه؟ اه؟ نامت ولا لا لا عند استاذ خليل ايوه بتتدرب؟ بس بقالها اسبوعين مش عارف تركيزها مش موجود خالص هي كان كتير سيء وضعها ايه؟ كتير سيء وضعها ما شاء الله بقالها اسبوعين كده مش اسبوع يعني الاسبوع ده اللي فات من ساعة ما عملت الجبال اللي انت كنت معانا لما قتلتكم وهي ما تفهمش تركيزها نزل ولا كسلت ولا بدات تكسل ولا ايه بس في حاجه مش صح مش عارف هي ايه بالظبط بس يعني لازم تلحق تظبط يعني خلاص دلوقتي اقل غلطه فاهم يمكن انا غلطان بس فاهم لا صح مش انا عن نفسي انا المشهد ما عجبنيش وانت انت تقدر تقول ذمتك والله انا بوافقك شغلي احنا بنحل ذمتك هناها في المره دي عن انا قصدي انا بتكلم مقارنه بغناها في 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 ليفل مثلا بتاع لما قتلتك مثلا وسيبك مره فاتت حد يعني المره فاتت حتى شوف كانت بتنهج ازاي وكانت ما فكرت بتنهج كتير وغنت احلى كمان انت فاهم قصدي؟ انت بس انا مش عارف هي الاغنيه هيك عرفت مش عارف انا بس ما اعرفش طبعا مش مذكر منيح يمكن انا يمكن انا مش بس يعني هلا انت بتحكي اللي عندك انت حر عادي يعني خلاص يعني ما حدش بيزعل منك في الاول في الاخر انا قلت للاساتذه قلت لهم انا برضه رايي متواضع وانا تلميذ زي زيهم انا بقول اللي انا انبسطت وانا بتفرج عليه واللي مش انبسطت احيانا بتعمل شغلات انت بتفكرها صح تطلع غلط بالظبط عشان هيك ما بحبش حدا يزعل انا من هذاك صوتي راح يا زلمه بعد ما صار مغربي انت بتعمل في الواد ايه؟ بتعمل في الواد ايه؟ بتعمل فيه ايه؟ شكري نعم مغبي وبيعمل بجد انت بتنزل يا مصطفى ساعت نفسي الله يخرب بيتكم تديني سلطان اخرز في
النهارده بجد يعني انت عارف لو النهارده الليفل بتاعي ما كنتش حسيت ان هو يعني ممكن ما يكونش مشي صح فاهم قصدي او مشي حلو بس لو كنت حاسس ان انا خرجت منه وعامل وحش شو كنت هعمل كنت يعني كنت هقتل في الناس بجد يعني ايه عملت 100 انا حاسس عملت كويس يعني حاسس الاغنيه كانت مناسبه للمشهد ومناسبه للتوقيت اللي بقوله في المشهد مناسبه لكل شيء و غنيتها صح انا حاسس كده ما اعرفش يمكن اكون ما غنيتهاش كويس ممكن اغنيها احلى كالعاده بس يعني بس غنيتها كويس يعني مش حاسس ان غنيتها وحش انا الغنى اديتها 2 عليها من 10 الغنى 10 10 10 مرتاح كمان يعني الله يا معتقل ده اللي فيه يا محمد انت بتعمله يا محمد انا اليوم انا غنيت اليوم ايه انا هيك اليوم بكون غنيت يعني تقريبا كل شيء الاسبوع الجاي بكون غنيت كل شيء ان شاء الله يعني الاسبوع الجاي بدي غني خطرنا على دارك فهيك بكون غنيت لهم طرب وجديد وقديم وجبلي وخليجي انا اليوم اغنيه شفتها كيف اليوم اغنيه تاعت اغنيه حلوه بدويه هاي بس حلوه قوي حلوه قوي يا سلطان في يا سلطان شلطك سلطان يا اخي قلم يا باجي بخليه بضربك عندك خليك تتوجع بعمل لك ايه هو والله يا جماعه بطل لعب في رجلك بطل لعب في رجلك خليه بطل لعب في رجلك بس حلو لانه كويس انت تغني كل الستيلات دي تاثرت انت هيك بالمشهد انه القصه المشهد عجبني يعني المشهد حلو فيه كمان يعني غير يعني رحمه كانت كتير بتخش معاك تساعدك يعني رحمه كانت كتير بتشيل لك المشهد انت المره دي انت اللي كنت شايلها انت اللي شايل مشهدك فاهم قصدي؟ حلو ده في حد ذاته شيء كويس يعني مثلا طهره مثلا المره اللي فاتت دخلت عزوز والسلطان معاها كان هم يعني كان باين المشهد بتاعهم هم مش بتاع هي. ليه مشهد مين ده؟ شو؟ الأسبوع اللي فات مشهد زمان بيحكي إنك أنت عامل كتير منيح، أنت ليش طلعت زعلان؟ أنا كنت معصب يا عم وأنا داخل، أنا مش زعلان عشان إقبال. داخل معصب يا عم. طب أنا ممكن عشان في طهرة دخلت ضحكت مش عايز أفتح الموضوع بس عايز أفهم اللي حصل. انا سمعت زي بس ما فهمتش اللي حصل خلاص نعطي كريم يا حيوان انا اتصلحته مش عارف مش خلاص اتصلحته انت زي ساعات محتاج ان حد اللي هو صلحته خلاص عادي نعم ايه جاي لك حيال انت مالك تربتك دي مثلا مزرقه مثلا شايف الم لا داخل نار يا لهوي يا سلطان انت شايف دي عامله ازاي يا محمد شو هاي ليش هيك صوت؟ من داخل احسها نار تولع داخل ركبتي. زلمة انت ليش هالقد كلك اصابات؟ ايش دراني؟ طب ليش هيك صار؟ ما انت بتقولي لا تزعق ها؟ ليش هيك صار؟ قول لي. ما ادري. من ايش صار؟ ضربت بشيء؟ لفت. كيف يعني لفت؟ وصل ايدك. خلاص. طب ايش حكيت لك الدكتور؟ كنت عايز تقول لي قال لي بوديني شو يصير رنين مقناطيسي. كنت عايز تقول لي رنين تقطيسي. هذا هو جاي يقول لك شوف تفرج على المسخرة. عشان كذا اقول لك بكلم الكنترول امس غير شوف مغربي امس كان غير واليوم غير صح يا عم شيء طبيعي انها تورم عادي هتهدى تلقى لا هذا غير هذا حب مساء قبل ما انام مساء والنهارده مساء دلوقتي لا نحط الفلترين غير ولا هذا حط ده دلوقتي وفلترين بالليل طيب يلا بليز شكري كلمهم ضروري مغربي سلك لي مغربي حط شيء تحت إيه؟ سلطان بلاش تسخن كنباهي ايه تخافش بعيد عن الكنبايه